بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الكرة المصرية من مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس، يوم جديد في دوري نايل، ويوم جديد من الوفاء، يوم جديد من الوفاء لواحد كان بالأمس القريب موجود وسطينا كلنا، ولكن النهاردة غير. في الجنة بمشيئة الله يا رفعت يا غالي، النهاردة يوم غير، النهاردة يوم وفاء من زمايل أوضة اللبس. قبل كده لعيبة النادي المصري ولعيبة نادي الاتحاد السكندري، مش بس كده، ده لعيبة الأندية المصرية كلها تأثروا تأثر شديد، والجمهور المصري كله اللي ليه في الكورة واللي ملوش في الكورة كانوا متأثرين برحيل أحمد رفعت. لكن النهاردة أقرب ناس ليه اللعيبة اللي كانت موجودة معاه في أوضة اللبس بيظهروا لأول مرة في اللقاء اللي كان مؤجل من الاسبوع الثلاثين، النهاردة في ظهور وسط حزنهم نتيجة فقدان صديقهم الغالي واخوهم احمد رفعت. الكابتن عماد النحاس سادس مدير فني مع نادي المقاولون العرب بيختار تشكيلة ابو سعود في حراسة المرمى، ثلاثة في الدفاع احمد علاء، نور الدين فاروقة، احمد مودي، امير عابد، وعبد الرحمن خالد، ومحمد مجالي، وجوزيف وشايف وسط الملعب، والثلاثي الهجومي عمادو نياس، عمر سافيولا، ومحمد سالم هداف الفريق. من الجانب الاخر كابتن طلعت يوسف اللي كان ليه رسالة للاعبته قبل بداية اللقاء، النهاردة بيختار تشكيلة محمود حمدي في حراسة المرمى، علي الفيل ورزق اثنين سرد باكين، محمود شعبان باك يمين، طارق طه باك شمال، غنام محمد، عمرو السيسي، احمد خالد كباكا في وسط الملعب، ارنولد ايبا مع عبد الكبير الوادي، واحمد عاطف المثلث الهجومي لصالح مودرن سبورت. واللي عنده 20 نقطة في المركز قبل الأخير بيتشبث بالأمل، ولكن الأمل يتبقى له يعني بيتبقى له 7 مباريات لنادي المقاولون العرب، ومباريات في منتهى القوة. ما هو دوري نايل كده، يعني دوري نايل مبارياته كلها قوية، ما تعرفش مين هيكسب، الندية موجودة للبقاء في الممتاز الموسم القادم، موجودة مش من 3 فرق فقط، لا أكتر، في وجود فاركو 29 نقطة، الإسماعيلي 31 نقطة، لكن بلدية المحلة والمقاولين والداخليه محتاجين نتائج ايجابيه اكتر، بالذات المقاولين اللي بيتاخر مثلا على فاركو ب3 ماتشات. كره لصالح نادي المقاولين، انطلاقه من عمادو نياس، يعمل الكره العرضيه، لكن حمدي كان مكمل، محمد سالم مستني العرضيه تعدي، يطلع محمود حمدي في تايمنج رائع. شمالك شمالك يا مجلي، بيقول له شمالك يا مجلي عشان يقفل الزاويه للعرضيه، وطارق طه اللي اتكلمنا عليه وعرضياته بالقدم اليسرى هيعملها فيها سويرف ناحية المرمى، طارق طه يلعب الكرة العرضية، قلت لك عرضيات طارق طه، عرضيات طارق طه، وعبد الكبير الوادي يرفض الاحتفال في الأول ثم يعود لطارق طه هو وعرضياته. طارق طه معروف عرضياته من لما كان بيلعب الإسماعيلي ولعب لسموحة، عرضياته قوية جدا، وادي لحظة الوفاء، لحظة الوفاء اللي اعتدنا عليها. على فكرة مش مودرن سبورت بس، ده كل لعيبة الدوري المصري، ولو في مباريات للناشئين هتلاقي كل اللعيبة كلها عندها لحظة الوفاء للغالي احمد رفعت. الكرة اتعملت حلوة قوي، العرضية الكروس العرضي حلو، وكمان عبد الكبير الوادي اخذ فرصته، وانا بقول اسماء اللاعبين اللي سجلوا اهداف، عبد الكبير الوادي كان مسجل بالقدم اليمنى من بينالتي في مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، يسجل تاني اهدافه مع نادي مودرن سبورت برأسية حلوة قوي لا يسأل عليها محمود ابو السعود، لان اتعملت في الزاوية البعيدة في ورا اللاعب جوزيف أوشايا اللي ما عملش التغطية كما ينبغي، يعني ما عملش التغطية العكسية كما ينبغي، وهدف أول في اللقاء في دقيقة 21. عاطف يمشي بالكرة برضو كتير، لكن يسلمها لعبد الكبير الوادي، لمسة ولعبة لعمرو السيسي، تسديدة من السيسي بجوار القائم، تمريرة على الأرض من رزق المحمود شعبان، ادي التمريره ويتحرك احمد عاطف يردها رزق، يا ولد يا ولد يا ولد، شعبان شعبان يكمل، شعبان يعمل العرضيه، هدف ثاني لصالح مودرن سبورت، واحد من اجمل اهداف الدوري، ممكن يكون اجمل هدف في الاسبوع، لكن اكيد في الشورت ليست من اجمل اهداف الدوري، الثرو باس اللي اتعمل من عاطف لمحمود شعبان، وشعبان يعمل العرضيه رائعه يفوتها في الأولى، والتانية أرنولد إيبا يسجل هدفه الرابع، سجل من رأسيات 3 مرات من قبل، والمرة دي بيسجل بالقدم اليسرى. 2-0 ولحظة الوفاء متكررة وما بنزهقش منها الحقيقة، يعني احنا ما بنزهقش منها يا رزق.
ادي الكوره، بص حضراتكم ادي التمريره الاولى من شعبان، بص عاطف بقى، بص ثرو باس، بص ثرو باس مش اوف سايد، تتلعب لمحمود شعبان، اتلعبت العرضيه، اتفرج عبد الكبير الوادي هيعمل ايه، بص عبد الكبير الوادي فوتها، وارنولد ايبا بالقدم اليسرى، هدف تاني لصالح مودرن سبورت 2-0. هدف حلو قوي، هدف حلو قوي. في تمريره الاول من محمود شعبان، الباص والجريه فيها ثرو باس حلوه قوي من عاطف، ادي 2، فيها تفويته في عرضيه باك باس حلو ارنولد ايبا، لو هدف ثالث المباراه تخلص بشكل كبير. ارنولد ايبا، ارنولد ايبا، ارنولد ايبا يلعب الكره العرضيه، كان هيبقى اون جول. وخمسه من لاعبي مودرن سبورت موجودين جوه ال 18، محمود شعبان يعمل الكره العرضيه، وابو السعود يغلط، يطلع بالبوكس، لكن الكره تعدي توصل عند احمد عاطف، ومعها صافره نهايه الشوط الاول. طارق مجدي يطلق صافره بدايه الشوط الثاني، المقاولين مسجل فيها 5 اهداف. طب في الربع ساعه الاولى مسجل 3 اهداف بس، تتلعب من عمر سافيولا، بص الفرق هنا، بص الفرق هنا ما بين جوزيف اوشايا او اللاعب فاروق نور الدين واللاعب عبد الكبير الوادي، البوركينافي يضيع فرصه هدف التعادل، ودي راسيات ودي حتته وهو عارفها، بص حط الكره ازاي، واتفرج عبد الكبير الوادي الحريف، لازم اقول بين قوسين الحريف، ومش النتيجه بس، وضعه في الدوري باين. مشيت مع عمر سافيولا مش رجل خارجي، عايز يلعبها في الزاويه البعيده، ما مشيتش زي ما هو عايز، تطلع ضربه مرمى لصالح مودرن سبورت. مهمة صعبة جدا للمقاولون العرب، افيولا يلعبها لوجيرا، يا على الارض، وحكم اللقاء يدي بنالتي، حكم اللقاء يدي بنالتي لصالح ذئاب الجبل، يواكيم وجيرا، ولسان حال الكابتن عماد النحاس يقول له كنت فين من بدري. لعيبة مودرن سبورت بتتكلم مع طارق مجدي، ادي الاستلام، وادي كاباكا حاول يقطع الكورة، فيها التحام جوه 18، شافها الكابتن طارق مجدي ان هي بنالتي في اللقطة الأولى، هل يكون فيها فار ولا ما فيهاش فار؟ هل الفيديو اسيستنت ريفري يأكد البينالتي ولا يراجع الكابتن طارق مجدي؟ هي حتى الآن هي ضربة جزاء مع 6 من لاعبي مودرن سبورت واقفين، أو 7 لاعبين واقفين مع طارق مجدي، والبينالتي في راس عيفية ماسك كورته، ومحمد سالم كمان بيقترب. آدي اللقطة اللي ما بين كاباكا وما بين يواكيم وجيرا. آدي اللقطة، وجيري مع لاعب أحمد خالد كاباكا، وطارق مجدي بيدي بنالتي لصالح ذئاب الجبل. لو تسجل الهدف ده، لو قدر المقاولين يسجل هدف، اتفرج على الربع ساعه اللي جاي، لان عقبال ما نلعب البنالتي فيها 3 دقائق. واحد يقول لي احنا بنلعب في الدقيقه 72، اقول لك لسه عقبال ما نلعب البنالتي لسه فيها 3 دقائق، متعودين على اللقطات دي، يعني الكره ما تتثبتش وتتلعب بسرعه، لا يعني متعودين على اللقطات دي. نادي المقاولون العرب سجل من بنالتي من قبل، جوزيف اوشايا في مرمى سموحة، في مرمى زد، وفي مرمى في اللقاء الـ2-2 في الدور الاول مع مودرن سبورت. طارق مجدي بيأكد، بيقول لهم اتأكد خلاص البينالتي، وبيطالب لاعبي مودرن سبورت انها تطلع بره ال 18. ايضا فاروق نور الدين سجل امام الاسماعيلي من ضربه جزاء، وامير عابد كان سجل امام فاركو من بينالتي، واحمد مودي سجل امام طلائع الجيش. كل دي اللقطات اللي قدر نادي المقاولين يسجل فيها، واحمد مودي اللي لسه بقول لحضراتكم كان سجل امام طلائع الجيش بالقدم اليسرى من نقطه البينالتي، هو اللي مسك الكوره، ولا اوشايا؟ انا شايف الاثنين قدام الكوره، اوشايا واحمد مودي، لكن ممكن يكون اوشايا، بيقول لهم لا مش انا، بيقول لهم مودي، مودي طلع بره القوس، احمد مودي وميني ماتش ما بين مودي وحمدي، من لعبوا المصري اللي مقصه من قبل، احمد مودي ومحمود حمدي، وفرصة تقليص الفارق، أحمد مودي ومحمود حمدي، يسجل أحمد مودي هدف تقليص الفارق. وادي أحمد مودي، يعني هو ومحمود حمدي اللي بيمتص حماس أحمد مودي، محمود حمدي زمايل أوضة لبس من قبل، يحط الكرة على شمال محمود حمدي علشان يبقى هدف أول لصالح نادي المقاولين في الدقيقة 73. يقترب المقاولون من التعادل، ومودرن سبورت بعد ما كان متقدم بفارق 2 وكانت قابلة للزيادة، ممكن نرجع للقطة الـ2-2 او لقطة الـ3-1 لو نادي مودرن سبورت رجع وداس بنزين مرة تانية. احمد علاء صاحب اول هدف للمقاولين في مرمى الزمالك، يلعب الكرة العالية جوه 18 رأسية من محمد سالم، لكن سهلة في ايد محمود حمدي، حمية التماس، احمد علاء هيلعبها طويلة جوه 18، وكل لاعبي المقاولين موجودين في البوكس، تتلعب الكرة تترد، فرصة للتسديدة بره الملعب من فراس عيفية، ومعها صافرة النهاية، صافرة النهاية بعد أداء دراماتيكي من الفريقين،
مودرن سبورت يتقدم بهدفين في الشوط الاول، هدف في الدقيقه 21 لعبد الكبير الوادي، وهدف من اجمل اهداف الدوري في الدقيقه 45 لارنولد ايبا بعد جمله جماعيه رائعه نادي المقاولون العرب. تيجي له فرصه في الشوط الثاني انه يقلص الفارق من بنالتي. وادي الروح الجميله، وادي اللقطه الحلوه، الكابتن عماد النحاس بيروح للكابتن طلعت يوسف عشان يسلم عليه. يا رب نشوفها في كل المباريات. مبروك لنادي مودرن سبورت، هارد لك لنادي المقاولون العرب.